احنا اتجوزنا، هو طلقني تاني يوم. تاني اتجوزت يوم؟ اه والله انا عايزه حد، انا مش هتجوز اي حد يعني، انا عايزه حد يكون شخصيته كويسه، شخص محترم عنده اخلاق، يكون سند وظهر، يكون يعني شخصيه قياديه، يعني يعرف يسندني انا وبنتي، يعرف يحتوينا، نحس بالامان معاه. انت طالق مني على كتاب الله وسنه رسول الله. والله العظيم انا بجد طلباتي بسيطه قوي، انا عمري ما لقيتها. انا كانت طلباتي ان انا الاقي اسره واهل وزوج، ما لقيتش. انا مش حاسه ان هم اهلي، انا ما بحبهمش. ما فكرتيش ان هم وحشين وانا ما بحبهمش؟ ما فكرتيش ان انت مش عايزه تدفن جنبي؟ قولي لي بقى، انت طلعنا قبل كده وكنت عامله فيديو بتقولي انا عايزه اتجوز او بتطلبي عريس، وتناقشنا احنا في الموضوع ده، وانت قلتي لي ان انت عندك بنت، صح؟ اه. وفكريني كده قلتي لي ايه؟ قلتي لي انك عملتي الفيديو ده عشان ايه؟ ان انا عندي بنت 6 سنين ومنفصله من ابن عمتي، وحاسه بفراغ ووحده وما فيش اي حد، فانا طالبه الاستقرار يعني. بالظبط. فيعني طلوعي على الاعلام دي كانت وسيله يعني لعله سبب للخير بس مش اكتر يعني. وكنتي طالعه بتعملي فيديو بتقولي انا طالبه الجواز، صح؟ اه. وكنتي ساعتها شايفه ان دي ما فيهاش حاجه تكسف او كده، يعني ان دي حاجه حلال شرعا.